السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد بقى حاجة اسمها اللي هي الستاتيك فانكشنز بتاعة البلوك. تمام، هيمو ستاتيك فانكشن اوف ذا بلوك. نعرف الأول يعني ايه هيمو ستاتيك. كلمة هيموستيزيس يعني ايه؟ الهيمو ستاتيك فانكشن طبعا اللي هم عبارة عن الهيموستيزيس اند بلوك كواجيوليشن. تمام، طيب الهيمو ستيزيس الأول، هيمو يعني بليدنج، ستيزيس يعني يعني ازاي توقف definition of hemostasis and stoppage or prevention of bleeding from the injured person. يعني دي ازاي ان انا اقوم موقفه البليدنج من blood vessel عندي ايه متعور. تمام، طيب الميكانيزم of hemostasis طبعا انا ملتزمه بالداتا اللي عندكم في الكتاب، وفي حاجات بتبقى انا توضيح بس انت حضراتكم في الاخر ملزومين بالكتاب عشان لو في اسئله ام سي كيو. تمام، طيب الميكانيزم اوفر هيموستاسيس في عباره عن اول حاجه بس الاسباز او بعد الكونستراكشن، ثاني حاجه بيت بلاك فورميشن، بلاك بلوكينج، بلاك ريتراكشن، ريبير اوف ذا انجورد. يعني ايه بقى بس الاسباز؟ يعني ان انت بيحصل ان انت بلاندوت العقد ده نوع العقد ده حصل فيه انجري، فبيبدا ان هو كرد فعل ان هو يبدا ينقبض يكش. تمام، الكشه دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في ان هو يبدا يتلم بمعنى اصح، او ان هو يبدا يقلل البليدنج شويه الخارج من الايه؟ الادرس. تاني حاجه البليتد فورميشن، ان هو تبدا البليتد احنا كنا لسه قايلينها في المحاضره اللي فاتت، ان هي الفقاعات الدمويه تبدا تعمل لي زي كتله، خلاص بتعمل لي كتله عن الجزء اللي هو مفتوح من الايه بقى الدمويه. بلاد كلوتينج ان هي تبدا مرحله ان هو يبدا تجلط في الدم، يبدا الدم نفسه يبدا عمليه الايه التجلط. تمام، وتخمين الجلطه اللي هي تخمين حاجه اسمها كلوتينج. طيب بلاد ريتراكشن يعني تبدا الجلطه دي تبدا ان هي تنكمش واحده واحده، خلاص. وبعدين تلاقي حاجه اسمها ريبير اوف ذا انجورد فيسل. طبعا كتير مننا لما في اتعور يتكون قشره خارجيه، شوية شوية القشرة دي تبدأ إن هي تبدأ تظهر في الحلق، ولما تيجي تقع نبدأ إن إحنا نشوف إن هي تحتيها في سكن طبيعي عادي جدا ومفيش أي حاجة، ويتعمل ريبير تماما دي السكن. هي نفس الفكرة كده. تمام، ده البلاد ده عبارة عن أنا جايب الجدار ده عبارة عن البلاد فيسل، جايب لك الجدار بتاع البلاد فيسل. أنا محتاجة أعرف ان البلاد فيسل ده في شايفين عندي ايه هنا؟ حاجه اسمها اكسترنال الاستيك ممبرين وحاجه اسمها انترنال الاستيك ممبرين. دي هتفيدني بايه؟ دي اللي بتخلي الجدار بتاعي يبقى مرن شويه ويبدا ان هو ايه يتكلش. تمام كده، ادي كولاجين اهو، تيشو فاكتور يعني هنا اول ما الجدار بيتكسر بيطلع منه حاجة اسمها التيشو فاكتور. دي مش موجودة غير في ال يعني في التيشو بتاع البني آدم، مش حاجة خارجية يعني أقصد، خلاص. وبعدين لما الكولاجين حصل له أكسيدوزيشن أفلتت بعديها قامت شايفاه قامت ماسكة فيه. طيب بس كده الاستاذ يتعمل ازاي بقى؟ طبعا الفيكس لوكال ميوجينيك كونتراكشن اوف بلاد فيسل. البلاد فيسل ده حصل له كونتراكشن، دي المسلز تعتبر ان هو في سموث مسل، السموث مسل الموجوده في البلاد فيسل ده. فدامج اوف ذا فاسكولار وول كوز سبريدنج اوف الاكشن بوتنشال الونج ذا فيسل وورد بيعمل لي كونتراكشن اوف ذا بلاد فيسل، او لوكال اكشن ريفلكس رد فعل، او برضه كونستريكتور سابستنس طلعت من الانجوي بلاد فيسل وتطلع او تطلع سوري من البلازما من البليتلت اللي معديه اللي هي السيريتون والثرومبوكسين اي 2، والمادتين دول بيعملوا فازو كونستركشن للبلازما. طيب البليتلت ترانسفورميشن ازاي بقى البليتلت تبدا ان هي تتجمع؟ ماشي، عشان تسدير الوعاء الدموي في حاجه اسمها بليتلت اكتيفيشن، نصلها اول حاجه اكتيفيشن، وبعدين ادهيجن تقول ماسكه، وبعد كده اجريجيشن يعني تجمع او ان هي تكتل. تمام، ازاي هي الفكرة بمنتهى البساطة؟ شايفين انا قلت ان ده الجدار بتاع الوعاء الدموي، انا قلت في ارض وفي سقف بينهم تو العميد الحيطة، الحيطة ده اللي هو الكولاجين. النورمال الكولاجين ده مبيبقاش اكسبوز ان هو خشن، لان انا لو في عندي اي حاجة خشنة ده بيبقى سبب مباشر في اسباب التقلص، خلاص. طيب فده لما حصل له انجري ده بقى اكسبوز، لما بقى اكسبوز البليتت معدية، فالبليتت لما بقت معدية قامت شايفة ال
الكولاجين exposed فقامت ماسكه فيه. لما مسكت فيه شايفين الواحده اهي exposed collagen find and activated platelet. تبدا البلد طبعا البلد نفسها وهي ماشيه ما بيحصل يعني نورمال في البلد مفيش اكتيفيشن تمام مش من نوت اكتف هي طبعا لو اكتف تبقى كارثه يعني. تمام فهي يحصل لها عمليه اكتيفيشن. وبعدين رقم اثنين بليتد فاكتور ار ريليز بيطلع منها بليتد فاكتور. وبعدين فاكتورز اتراكت البليتد دي تبدا ان هي زي ايه تفرش كده نفسها وتعمل لي حاجه اسمها سودوبوديا او زي اقدام كاذبه او كده تمام. طيب وبعدين بعد ما تفرش تقوم البليتلت دي اساسا ماسكه في يعني مطلعه منها حاجه اسمها بليتلت فاكتور. والبليتلت فاكتور ده يقوم منادي البليتلت الثانيه اللي هي موجوده في المنطقه خلاص يقول لها الحقيني انا عندي هنا مشكله او عندي هنا جدار مفتوح خلاص. طيب تبدا ان هي تنادي عليهم. فلما هتبدا تنادي عليهم بيحصل بليتد اجريجيت انتو بليتد بلاك تبدا ان هي في خناقه هنا في خناقه هنا يبداوا ينادوا بعض ينادوا بعض لحد ما يبدا هنا بالمنظر ده تمام. بعد كده احنا قلنا ايه بلاد كلوتنج اللي هي تكوين الجلطه. وبعد كده الكلوت اتراكشن اللي هو تبدا ان هي تنكمش واحده واحده عن طريق حاجه اسمها ريبتوزايم دلوقتي برضه بيطلع بالبليتلت وكونتراكشن والبليتت نفسها ذات نفسها خلاها عمليه ايه كونتراكشن. ريبير اوف ذا دامج بلاد فيسل ان البلاد فيسل اللي هو الحجر اللي فيه دامج ده يبدا يحصل له عمليه ايه ريبير ديت درايفنج بس ايه فاكتور تمام. بمنتهى برضه الوصف دي صوره ثانيه اهي مقطوعه. وبعد كده هنا الكلوت اهي كده كده انا ايه فاكر دي مراحل برضو يعني مش اتمنى الصورة بس واضحة شوية. دي بتوب سيركيوليتنج بليتلت اندوثيليال دامج اهو وبعدين بليتلت ادهيجن وبعدين بليتلت اجريجيشن وبعد كده بليتلت فايبرين بليتلت فايبرين بلوك وبعد كده الكلوت ريتراكشن. البلوت كواجوليش انا كده لحد دلوقتي وصلت لايه؟ وصلت ان انا عملت حاجة اسمها بليتلت بلوك. بليتلت بلوك ديت يعني ايه؟ يعني عارفين كده الفله اللي هي بتسد الازازه هو البليتلت دي كده بلوك على كامل زي هي نفس التشبيه كده بالظبط. انت جاست ان انت هل انت دلوقتي يعني تقدر تقول لي ان انت كده عملت مش يعني ايه وقفت النزيف او انت حضرتك دلوقتي وقفت نزيف الدم بس لسه العمليه كامله ان انا اوصل ان البلاد فيسل بتاعي بقى كومبليتلي ريبيرت بقى كومبليتلي ريبيرت تمام. طيب انا لحد دلوقتي وصلت ان انا كولاجين بلاد فيسل حصل فيه انجري وحصل فاسكولار سبازم. لما فاسكولار سبازم عشان تحاول تقلل لو كانت محاوله ان تقلل البليدنج طبعا دي بتحصل بس في ال بتاع ده بتحصل في الاوعيه الدمويه الصغيره. طب ينفع ان انا انطبق الكلام ده على وعاء دموي كبير؟ الاجابه لا ما بينفعش طبعا مش وعاء دموي كبير. طب انت عندك لو انت تعورت في صبعك او حاجه هو ده ممكن بس الرساله يقضي الغرض او ممكن يقضي الغرض عادي جدا بس طبعا انت بتتكلم في وعاء دموي صغير جدا. طيب بعد كده في عندك اللي هو بلاتلت بلوك لما بيحصل بيسد بس خلاص بس ستيل البلاد فيسل بتاعك لسه انجري تمام. طيب اكمل بقى بلاد كواجوليشن اللي هي التارجت بالتارجتنج بتاعتها ان انا عايزه اكون حاجه اسمها بلاد كلوت عايزه اكون الجلطه الدمويه لان بدايه الجلطه الدمويه دي هتبدا ان هي في عمليه اصلاح الوعاء الدموي تمام. طيب البروتكت فاكتورز اللي موجودين في البلاد طبعا موجودين في ايه؟ ان اكتف فود. المعلومه دي مهمه مهمه طبعا علشان لو هو موجود في الاكتف فورم انت بتتكلم في كارثه. البريتلت برضو مكتوبه موجوده في الانكتف فورم والبريتلت اجريشن او كلوتنج فاكتورز موجودين في الانكتف فورم تمام. طيب يبقى هما نورمالي ان هو موجود في الاكتف فورم. تخيل كده الوعاء اللي هما اكتف كارثه على جسمك على طول بيكون جلطات تمام. طيب هما 12 من 1 ل 13 مفيش فاكتور اسمه فاكتور 6 تاني. هما 12 فاكتور فارقينهم من 1 ل 13 مفيش فاكتور عندي اسمه فاكتور 6. طيب كل الكلوتنج فاكتور بتتصنع في الليفر ما عدا فاكتور 3 ده تيجي فاكتور
تشو فاكتور ان ده بيطلع من التشو لما التشو بيحصل له عملية انجري. فاكتور اربعة اللي هو الكالسيوم، نورمالي انا عندي كالسيوم عندي في البلاد، تمام. all clotting factors circulate in blood ما عدا فاكتور ثلاثة، كلهم circulate في البلاد. فاكتور ثلاثة نرجع له تاني اللي هو التشو فاكتور. التشو فاكتور ده اصلا عشان يطلع هيطلع لما التشو يحصل لها عملية انجري. التشو فاكتور ال resistant damage tissue they are like proteins in competition. السلايد دي مهمة في ايه؟ ام سي كيو. السلايد دي مهمة ام سي كيو، تمام كده؟ ان نبقى عارفين ان كل بروتين فاكتور بتطلع في الليفر ما عدا 3 و4، نبقى عارفين ان هم كلهم سيركيوليتنج ما عدا رقم 3، ونبقى عارفين ان 3 ده هو تيشو فاكتور، ان ترقيمهم من 1 ل 13 ما عدا فاكتور 6 ده ممكن يجي لك ام سي كيو، تمام؟ طيب ازاي بقى اعمل كوجريشن؟ انا اخر حاجه بفكرها ان انا في عندي بلازما بلوك فورميشن، وعندي ان هم سيركيوليتنج بلازما كوجريشن فاكتور بروتين في البلازما، تمام. طيب في فورميشن اوف بروترومبين اكتيفيتور، اول حاجه لازم اكون عندي بروترومبين اكتيفيتور. طيب البروترومبين اكتيفيتور ده نورمال موجود عندي في البلازما؟ لا مش موجود عندي، انا عندي البروترومبين بس، عندي البروترومبين بس. فجسمي لما ساعة الجلوكوز بيكون حاجة اسمها بروترومبين اكتيفيتور، يقوم ينشط البروترومبين، يعني بروترومبين اكتيفيتور يقوم ينشط البروترومبين عشان يتحول لإيه؟ نترومبين. يعني هي المفروض أصلا بنعملها ازاي بقى؟ يعني كده، يعني البروترومبين اكتيفيتور ده لو احنا حطينا سهم كده هيحول لي البروترومبين لترومبين، تمام؟ طيب وبعدين ال conversion of fibrinogen into soluble fibrin عن طريق الثرومبين، يعني الثرومبين ده هيقوم يحول لي الفايبرينوجين انتو سولوبل فايبرين. سولوبل ده هو فايبرين ده عباره عن كذا بروتين، سولوبل فايبرين يعني سائل، بعد كده السولوبل فايبرين يتحول لانسولوبل يبقى زي خطوط كده، الخطوط دي كده لما تمسك البلاستيك تعمل لي الكلوز. طيب خدنا بالنا ان انا هنا اول حاجه استخدمت هنا البروترومبين والفايبرينوجين في عمليه الجلد كوجوليشن زي ما حط الفلت لما احنا كنا قايلين، تمام. طيب تاني معلومة عايزة ناخد بالنا منها ان انا ما عنديش حاجة في جسمي اسمها بروترومبين اكتيفيتور، دي حاجة كده بتتكون مع الايه؟ ال لما بيبدأ الجسم يحصل له عملية ايه؟ جلطات، تمام كده؟ تمام يا شباب؟ اهي ازاي بقى ابدأ اكون البروترومبين اكتيفيتور؟ البروترومبين اكتيفيتور باين من اسمه علشان يبدأ ايه؟ يعمل لي اكتيفيشن للبروترومبين اللي اوريدي اصلا موجود في جسمي. انا عندي بروترومبين ان الاكتيف فورم، عشان يحصل لي اكتيفيشن انا محتاج البروترومبين اكتيفيتور. البروترومبين اكتيفيتور الثاني مش موجود عندي. نشوف بقى احنا ازاي بنكون البروترومبين اكتيفيتور. قال لك عندك طريقتين، في حاجه اسمها اكسترنسك ميكانيزم وحاجه اسمها انترنسك ميكانيزم. اكسترنسك ميكانيزم وحاجه اسمها انترنسك ميكانيزم. ايه الفرق ما بين الاكسترنسك ميكانيزم والانترنسك ميكانيزم؟ الاكسترنسك ميكانيزم يعني كلمة X كلمة N. كلمة extrinsic يعني حضرتك احتجت حاجة خارجية مش موجودة في blood، not present in blood، تمام. حضرتك احتجت factor مش موجود في blood. نيجي نقرا كده initiated by factor that may be found in the blood but added externally from the injured tissue. اتوقع يبقى انهي factor؟ شو factor؟ التشو فاكتور مش موجود اصلا في البلازما، سائلين في السلايد اللي قبل اللي فاتت تقريبا. التشو فاكتور دوت سيركيوليتنج ان بلازما، التشو فاكتور ده بيتكون لما بيحصل عندي انجري لتشو، خلاص؟ يبقى ده انتشيتد باي فاكتور فاوند ان بلازما بس نورمالي بس سوري ادد اكسترنالي فروم ذا انجورد تشو. تاني حاجه انا عندي انترنسك ميكانيزم اللي هي كل الماتيريالز او كل الفاكتورز اللي انا عايزاها الاقيها كلها في البلاد. All needed clotting factors are found in blood، تمام؟ بتعتمد على intrinsic component يعني معقونات الدم نفسها، تمام؟ هل انا احتاجت تشوف اكتر في القصه دي؟ ما احتاجت، انا عندي كل المكونات اوريدي اصلا موجوده فين؟ عندي في البلاد. يبقى بديهي ان الاكسترنسك ده البدايه بتاعته initiated by injured blood vessel ودي initiated by contact مع rough surface. طيب انا عايزه افهم هو ايه الرف سيرفس اللي انا هلاقيه جوه الجسم عندي؟ ايه بقى؟ ايه بقى الرف سيرفس اللي انا ممكن الاقيه جوه الجسم عندي؟
ايه يا ترى؟ ايه يا ترى؟ هو الكولاجين مثلا. طب وانا لو كولاجين يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي وعاء اتقطع. طالما اتقطع يبقى انت بتتكلم في تيشو فاكتور، يبقى انت اكسترنسك ميكانيزم. تمام يا شباب؟ تمام. تاني، هل الروك سيرفس ده هل مقصود بيه كلمة كولاجين؟ تاني حاجة، طب هو لو كولاجين يبقى انت عندك وعاء الدم بتاعك ده اتقطع، ولو هو اتقطع يبقى انت كده بتتكلم في تيشو فاكتور، عدى طلع، يبقى انت خلاص كده اكسترنسك ميكانيزم. لا، الروك سيرفس دي عبارة عن ايه؟ اسمع، على حاجة اسمها اسيد كالروبس. اسيرس كالرودس او هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين ده لما نيجي نرسمه اقول لكم بيحصل ازاي بقى. ادي الوعاء الدموي. بصوا اهو عادي، تمام. طيب الوعاء الدموي ده ليه سمك معين وليه سموس معينة، يعني ليه درجة ان هو نعومية كده معينة، بحيث ان البلط يفضل يمشي فيه من غير ما يخبط في اي حاجة، وبالتالي ما يعملش ايه، ما يعملش اي غلطات. طيب في بعد كده، لا اذا مرض تسرب الشرايين اللي انا بتكلم عليه ده، شايفين؟ شايفين انا برسمه ده؟ طبعا ده كل ده متلون، بس انا مش عارفه اتحكم برضو من اللير، معلش. كل ده كل الفراغ ده طبعا تمام، يعني تمام. ايه المنظر ده وايه ده اصلا؟ تصلب الشرايين ده معناه ان لما بيبقى فيه بني ادم عنده نسبه دهون عاليه، بتبدا ان هي طبعا في اماكن تخزين عندي في الجسم الطبيعيه، لما بتبدا تتعداها بتبدا يروح يترسب على الاوعيه الدمويه اللي هو مرض تصلب الشرايين. طب هل بقى الدهون لما بتيجي تترسب في البطاقه بتاع الاوعيه بتترسب كده محترمه؟ اكيد لا، بتترسب بطريقه معينه، او بتترسب بطريقه ان هي عشوائيه. تمام. طيب البلد ده حضرتك عندك ماشي كده، لقى في جبل قدامه او خبط في لبن غير مستوي، انت بتتكلم في دهون، دهون غير مستوي، فقام ايه خبط في كل ده، ده عمل ده اللي بنسه ده صرف، بدا عندك عمليه تبرد. يبقى الناس اللي هم الاوبيز اكثر عرضه للجلطات، الاجابه اه. الناس اللي هم الاوبيز اكثر عرضه للجلطات اه. الناس اللي هم الكبار في السن بقى، دايما كده اللي بنسمع يقول لك ايه، اللي هي تعوزي خد اسبرين او اسبوسيد كل يوم، خلاص. ليه بقى؟ علشان الناس الكبار في السن بقى بيبقى عندهم تصلب شرايين، بس ده نتيجه خلل في الليبيد ميتابوليزم، تمام، بحكم السن. فيبقى عندهم راف سيرفس طبعا ايه اكتر، فيبقى هم عرضه ان هم يتعرضوا لل الجلطات فرصة أكتر. تمام. طيب الاكستنسيف ميكانيزم بقى، بتحصل ان فيفو، بس كلمة فيفو يعني ايه؟ يعني جوه الجسم بس. حاجة ليها علاقة ليه جوه الجسم بس؟ عشان انا محتاجة تشوف فاكتور، وتشوف فاكتور ده حاجة عمرها ما تكبر. تمام. طيب قال لك بقى ان الاكستنسيف ميكانيزم ممكن تحصل ان فيفو وان فيترو. ازاي بقى؟ طب احنا ان فيفو يعرفنا ان انت ازاي تعمل ان كونتاكت مع رف سيرفيس، ازاي ان فيترو؟ ازاي؟ اقول لك انا ازاي. الجلد ده يقل، البلس لو انت جبت شويه او جبت دم، بتسحب عينه الدم من الحد، وبعدين حطيتها في تيست تيوب. الجلد ده عباره عن ايه؟ ده سموث سيرفس؟ لا، مفيش اي حاجه هتقابل السموث سيرفس بتاعت الوعاء الدموي غير السيليكون، عشان كده الدم لما بيجي بيتجمع بيتجمع فين؟ السيليكون، عشان هو بيبقى فيري 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 سموث سيرفس. تمام. طيب الاكسترنسيك ميكانيزم تبقى عمليه سريعه، تمام، بتاخد من 12 ل 13 ثانيه، والاكسترنسيك ميكانيزم بتبقى سلو، بتاخد من 3 ل 6 ثواني. المقارنه ديت مهمه وبتيجي كتير في الامتحانات، بتيجي كتير ام سي كيو. الارقام دي مهمه، بتيجي كتير برضه في الايه، في الام سي كيو. طيب ازاي بقى الاكسترنسيك ميكانيزم ان هو يحصل؟ دي الفكره، ان انا عايزه اوصل لايه؟ تكون بالايه؟ سبيشال تروما، طلعت التيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده الفكره ان هو عمل اكتيفيشن لفاكتور رقم 7. فاكتور رقم 7 اكتيفيتد، خلاص بقى معاه مع بعض عمل اكتيفيشن لفاكتور 10 موجود في الكالسيوم، والاكتيفيتد فاكتور 10 مع فاكتور 5 والكالسيوم وجود الترومبين، زي كده بعمل لي اسميت فاكتور 5، عملت لي هو بروس ترومبين اكتيفيتور. هو ده اللي انا كنت عايزه ايه اوصل له اهو،
تمام. والبرسونجل اكتيفيتور هتبدأ تعمل لي اكتيفيشن البروجوس ترومب للترومب، ونرجع للسيركل الاربع خطوات اللي احنا كنا قايلينهم، ان البروسومب اكتيفيتور ترومب ترومب، وبعد كده ترومب تعمل اللي هو اكتيفيشن للفايبرينوجين لسولوبل فايبرين، وبعد كده سولوبل فايبرين بتتحول الى انسولوبل فايبرين، وانت كده كده عملت ايه بالظبط؟ فدي بتتحول، يبقى مفيش اي حاجه بتتحول خلاص، اللي هي الفاكتورز اللي موجوده في الاكسترنسك ميكانيزم والفاكتورز اللي موجوده في الانترنسك ميكانيزم، ومين هي العوامل المساعده وكده، ما فيهاش اي حاجه تتبعها غير ان هي انا كده كده الفكره العامه، انا كده كده بوصل ان انا عايز اعمل اكتيفيشن للبروتوكول اكتيفيت. والخطوات اللي بعديها ايه؟ ثبت اللي ما قبل بقى، هل هي تعتمد على ان هي اكسترنسك ولا انترنسك، يعني فيش فاكتور ولا مفيش فاكتور، تمام كده؟ طب نيجي نشوف الانترنسك. انترنسك بقى اهو فكره، هي بلاد تروما جوه او كونتاكت مع كولاجين، بس انا ما بحبش كونتاكت مع كولاجين دي اكسترنسك مش انترنسك، هي يعني المثال بتاعها الاصح الاسيد كالروز، الاسيد كالروز تمام، لان كونتاكت مع كولاجين يعني حصل كده تيشو انجري تمام. دي عشان نحفظها بقى، ده بصيفك ده بقى فاكتور 12 11 9 10 12 11 9 10، وكل واحد بيعمل اكتيفيشن، مثلا لما قالت اكتيفيشن من اكتيفيشن للتاني للي وراه، والحاجات اللي على الاسهم دي كلها احنا هنقول بقى كل، ممكن في سؤال مشهور قوي ان كل الخطوات بيبقى عليها كالسيوم، هذا اوفر لي كل الخطوات بتاعت ايه، اي ريسبكت طبعا الكتاب كاتب كونتاكت مع كولاجين، دي كانت دي وجهه نظري انا شايفه ان الانترنسك ميكانيزم دي اللي اخر سكليروز ده، يعني هي يعني مثال اوقع تمام. لان كونتاكت مع كولاجين مع ان ده مش كولاجين اصلا، ان انت كده اصلا قطعت الوعاء، قطعت الوعاء يبقى انت بتكلفتش فقط طلع معاك تمام. برضو الخطوات دي كلها نفس الحته، و كل الخطوات عليها كالسيوم هذا اوفر. طيب في بقى معلومة ان هو ايه دور الكالسيوم ايون في الانترنسيك والاكسترنسيك باثواي، بيقول ان في ما عدا اول خطوتين في الانترنسيك باثواي الكالسيوم ايون بيبقى مطلوب علشان يسرع كل عملية الايه البلاد كلوتنج رياكشن خلاص، عشان كده لو مفيش كالسيوم عملية البلاد كلوتنج ديت ايه سواء كانت بطريقة انترنسيك او الاكسترنسيك هتقف تمام. طيب بس لحد انهي ليفل تبدأ ان هي تقف؟ هو نورمال بلازما كالسيوم ليفل من 9 ل 11 مللي جرام في المية. طيب ان لو ريدكشن اوف كالسيوم ان فيفو بيؤدي تو ليفل ستوب بلاد كلوتينج از ان كريتيكال ماين ويز لايف، يعني لما الكالسيوم يقل جوه البني ادم لدرجة ان البلاد كلوتينج ده بيبقى متدخل مع الحياة، طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان اصلا لو انت عندك الكالسيوم بتاعك نزل لحد 4 مللي جرام في المية، ده معناه ان البني ادم اصلا ده هيكون ميت، فمش مش هنفكر بقى في حتة ايه بلاد كلوتينج ولا لا تمام كده. يعني هو النورمال بتاعي من 9 ل 11 هو يبدأ يقل نصها بلاد كلوتينج، بس لحد ليفل ايه يقولك ان هو اكيد مش هيوصل لأربعة، معنى ان هو اساسا بيوصل لأربعة معنى كده ان اساسا البني ادم ده ميت اساسا تمام كده. الانتيكواجولانت اللي هم مضادات التجلط، دي عبارة عن سبستانس مواد بتمنع او بتؤجل كلمة بوستبون، يعني تؤجل الكواجوليشن او التجلط. يبقى كلمة انتيكواجولانت اللي هي مضاد للتجلط دي عبارة عن مواد بتمنع او بتؤجل الكواجوليشن اوف بلاد اللي هي عملية تجلط الدم. الانتيكواجولانت ده في عندي حاجتين، في ان فيفو ان فيترو، ان فيترو او تبقى خارجي، ان فيفو يعني داخلي يعني جوه الجسم. انا هل انا عندي اصلا جوه جسمي مضادات تجلط طبيعيه؟ اه طبعا، انا لسه قايله انا عندي حاجه اسمها هيبري. ان فيترو يعني خارجي، يعني انا باخدها من بره تمام. الانتي كواجولانت ان فيترو يعني خارجي، او ات مين بريفنشن اوف بلاد كواجوليشن او سايد بودي، يعني ان انت عايز تعمل منع للتجلط بتاع الدم بره الجسم، بره الجسم تمام. طيب ازاي بقى؟ يعني انت خدت عينة دم
هي كلمة سوري ان فيفو ان فيترو يعني جوه الجسم، ان فيفو يعني جوه الجسم، انت بتمنع تجارب جوه الجسم، ان فيترو بتمنع تجارب بره الجسم. طيب بره الجسم ده انت اللي هي الفكره اللي هي بتاعت سحب العينات، او ان انت نقل الدم عشان تحتفظ بيه بايه؟ بكيس الدم فتره اطول. بتعمل ايه حضرتك؟ اول حاجه كود، يعني بتحطه طبعا لو احنا شفنا او نسمع عن اللي هي بتاعت نقل الدم، بيحطوه في تلج او درجه حراره تقريبا سالب 4 تقريبا، تمام؟ طيب كولكتنج ذا بلاد ان سموث بارافين او سيليكون لاين فيسل، كنا احنا لسه قايلين الكلام ده عشان تبقى حاجه فيري 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 اسمنت، ما تقدرش يعني تؤدي البروتينج بتاعها خلاص، او ان هي تمنع اصلا ان في بروتين، هي تو بريفنت الاكتيفيشن لفاكتور 12. دي كالسيفاينج ايجنت، كالسيوم اوكساليت، صوديوم سيتريت، وادي ده الفرق بينهم الثلاثه. كالسيوم اوكساليت بترصد الكالسيوم، سيتريت بتدوبه، هي بتحول الكالسيوم لبترول وان ايونات كالسيوم كوبار. الايديتا اللي هي الاسايد دايامين تترا اسيتيك اسيد، ده عباره عن كيليتنج كالسيوم ايون، بيشيل اصلا، تمام؟ يبقى كالسيوم اوكساليت بترصد، السيتريت بتحوله لمركب ثاني ان ايونايز، الايديتا بتشيل. ورابع حاجه الهيبارين، وده سؤال مهم جدا اصلا ممكن يجي كشورت نوتس او تكيب. طيب ان فيفو يعني ازاي تبدا التجلط جوه الجسم؟ الانتي كوجولانت ان فيفو عندك حاجتين، يا اما هيبارين يا اما دوكيمارول. هيبارين او دوكيمارول، دوكيمارول ده عباره عن دواء انا باخده، الهيبارين ممكن اخده وموجود نورمالي في الجسم بتاعي، تمام؟ طيب ايه الفرق بقى ما بين الهيبارين وما بين الدوكيمارول؟ الهيبارين على فكره المقارنه دي مشهوره جدا وفي امتحانات كتير جدا جدا جدا، تمام؟ برضه نركز عليها وانا هحاول ابسطها لكم احنا بنشتبه يعني هي عباره عن ايه. الهيبارين الاورجن بتاعه انيمال، الدوكيمارول ده حاجه طالعه من البلاي طبعا، عنده حاجه ما تطلع فقير يعني تقريبا جيل اللي علاقه بالاعشاب. طيب الليتنت بيريود اوف الاكشن دي بتشتغل بعد دقايق، لكن دي بتشتغل بعد يومين، تمام؟ طيب المعلومه دي انا هستفيد منها في ايه؟ لو انا دلوقتي عندي حد خارج من عمليات، تمام؟ اديله هيبرين راديودوكيمارول، الاول هديله هيبرين، بصوا انا هعمل ايه بقى؟ انا هديله هيبرين دوكيمارول، بس الهيبارين طبعا هي يعني مقرعات يعني نوت فيها فيت يعني، بس هي الفكره العامه ان ده بيشتغل بعد يومين، فاليومين دول على ما ده يشتغل ولا مش ايام هديهم هيبارين، واقوم موقفه الهيبارين ومكملها دوكيمارول، اضمن ان دوكيمارول يشتغل، تمام كده؟ طيب الديوريشن اوف اكشن بقى اهو ان 4 ساعات، يعني هنشوف تقريبا في اليومين دول ممكن في اليوم 4 جرعات تقريبا تقريبا. الديكيمارول بيشتغل لمدة few days قدام. قصة الادمنستريشن هيبرين ده بيتاخد اي ام يعني عضل او وريد، لكن الديكيمارول دي حاجة اورال، فالاورال طبعا هيبقى اسهل للعيان طبعا. الميكانيزم اوف الاكشن بتاعت الهيبارين انتي بروثرومبين اكتيفيتور، انتي بروثرومبين، انتي ثرومبين، وكده ضرب لك الايه الاساسيات بتاعت التقلص في مقطع، انتي ثرومبين، انتي بروثرومبين، انتي بروثرومبين اكتيفيتور، فانت كده ضرب لك ايه كل ما له علاقه بالايه الثرومبين، تمام؟ طيب الدوكيمارول بيعمل حاجه اسمها كومبتيتيف انيميشن مع فيتامين كي، وفيتامين كي احنا كنا عارفين ان هو ان هو مسؤول عن صناعة الفاكتورز اللي هم 2 7 9 10، خلاص احنا قلنا 1972 صح كده؟ طيب يعني ايه كومبتيتيف انيبيشن؟ طيب يعني المفروض ان فيتامين كي الفايت فاكشن بتاعته كانت بتبقى عن طريق الكدني، فدوكيمارول وفيتامين كي الاثنين شكلا شبه بعض، تمام؟ وبالتالي لما في حاجه لو تفتكر في ثانويه عامه كان اخذنا نظريه المفتاح بتاعت الريسبتور، ان كل حاجه بتركب بالايه بالمفتاح بتاعها، ف
فهيجي المكان بتاع فيتامين كي هيتملى بالمكان بتاع الدوكيمارول فيسده فما يشتغلش. فمين اللي ما يشتغلش؟ هو كده لا الدوكيمارول على فكره اشتغل ولا فيتامين كي ولا سوري سوري الدوكيمارول سوري كده قفل مكان الفيتامين كي. فلما فيتامين كي ما اشتغلش ما طلعلكش البروتينج فاكتور سي فبالتالي قلل عمليه الايه التبول. تمام، دي فكره عمل بتاعت الدوكيمارول، تعتبر امن، انت سددت لي الخانه بتاع فيتامين كي. تمام. السايت اوف اكشن بقى بتاعت البنين بيشتغل ان فيزو ان فيترا، يعني بيشتغل جوه الجسم وبره الجسم. الدوكيمارول بيشتغل جوه الجسم ده عشان ليه؟ انا محتاجه الريسبتور بتاع الفيتامين كي عشان اسده. تمام، الانتيدوت بتاع الهيبارين حاجه اسمها فيتامين سلفيت ودوكيمارول فيتامين كي. لان انت لو اديت عايز مثلا تعمل تغلب الاكشن بتاع الدوكيمارول هقوم تدي الفيتامين كي ده بنسبه كبيرة. تمام، عشان هو الاسيتيك فاكتور بتاعه. تمام، الهيموراجيك ديس اوردرز اعتقد ان دي اخر حاجة. الهيموراجيك ديس اوردرز او ايه هي الامراض بتاعة التجلط؟ دي عبارة عن كونديشنز اللي هي بتعملي اكسس بليدنج في الفيما، يعني بتخلي البني ادم ده ينزل اكتر من اللازم، مفيش اي حاجة توقفه. تمام، الهيموراجيك ديس اوردرز عندي ثلاث حاجات او ثلاث حاجات اساسية، حاجه اسمها بربرا، حاجه اسمها فيتامين كي ديفيشنسي، وحاجه اسمها هيموفيل. البربرا كلمه بربرا يعني حمره او مش حمره يا ربي، لا هي زي ايه لون النظام النهارده. تمام، فيتامين كي ديفيشنسي اللي هو نقص فيتامين كي، والهيموفيليا. امسك واحده بقى دي كلمه بربر اهي اللي هي الايه الحاجات اللي هي الحمرا دي، نقط الحمرا دي. تمام، الديفينيشن بتاعها ده عباره عن بليدنج ديزيز كاركترايز باي اوكيرنس اوف سبونتينيوس بانكتيت هيموريج يوجوالي بينيث ذا سكين اند ميكوس ميمبرين از بيتيكي. يعني ده الشخص اللي بيبقى جاي ان هو يشتكي ان في بقع صغيره من البليدنجز كده ان هي كانت بتبقى موجوده تحت السكين اند ميوكس ميمبرين اسمها بيتكس. البيتكس دي كانت بتبقى بيربلش سبوت، تمام، لونها بيربل. الهيموفيليا، الهيموفيليا ده عباره عن مرض سكس لينك انهيرتد بليدنج ديزيز بيتنقل على الاكس. تمام، معنى ان هو بيتنقل على الاكس يبقى مين الاكثر عرضه، مين ولا الفيميل؟ طبعا الميل بيبقى اكثر عرضه. امتى الفيميل تبقى معرضه او ان هي يجيلها؟ غالبا الفيميل بتبقى حامله للمرض، امتى ان هي يجيلها؟ لو اب مريض وام حامله للمرض اتجوزوا فاتنين اكس اتقابلوا مع بعض كل حد فيهم عليه المرض فبالتالي البنت هيظهر عليها المرض. تمام، لكن هو اصلا المرض ده بيبقى الولد مصاب، طبعا ده طبعا هو شغل الوراثه، والام بتبقى حامله للمرض. تمام، امتى بقى ان هو يظهر؟ طبعا ده طبعا الميل اللي بيبقى من جواز القرايب. امتى بقى ان هو يظهر في الفيميل؟ يظهر في الفيميل في حالة ان الام مصابة والام الام هتبقى حاملة للمرض والاب مصاب. تمام، فممكن يظهر فين؟ في البنات او في المرض، اكس مصابة اكس مع اكس عند الاب ظهرت في البنت، بلاحي مع بلاحي ظهرت في البنت. كاركترز بتاعتها ترانسميتد باي فيميلز تو ميل انفنت. تيميت سفر سو اكس سينكس لينك الانجرد بس سكول سيفير هيمش ولونج تايم كواجليشن تايم بيأثر لونج لان حضرتك عندك مشكله في كواجليشن فاكتورز، لكن البريدنج تايم نورمال انت عندك البريدنج اصلا سليمه، وده الكلام الموجود في العملي. الهيموفيليا الكوز بتاعتها نتيجه هيريديتري ديفيشنسي اوف كواجليشن فاكتور، نقص وراثي لحد من العوامل اللي هي الكواجليشن اللي هي فاكتور 8 او فاكتور 9 او فاكتور 11 اللي هو كان بيؤدي الى بليدنج تندنسي. تمام، بين الناس. تمام كده، في ثلاث انواع مهمين او هما الاساسيين من الهيموفيليا. هيموفيليا ايه او كلاسيك هيموفيليا دي طبعا اسئله كتير جدا ام سي كيو، دي هي دي الموست كومن ودي نتيجه نفس فاكتور 8. هيموفيليا بي او حاجه اسمها كريستمس ديزيز ده نتيجه فاكتور نقص فاكتور 9 بتمثل 15%. هيموفيليا سي نتيجة نقص فاكتور 11 ودي اللي هي أقل من الإشارة. موست كومن هيموفيليا إيه؟
ده سؤال كتير جدا انت كده. طيب ايه الفرق بقى ما بين الهيموفيليا وما بين البربرة؟ الهيموفيليا ده مرض وراثي، لا مش وراثي. الافكتيف سكس في الهيموفيليا بيبقى ميلز بس، قلنا ممكن الفيميل رير. البربرة ده مرض عادي ممكن يجي للميل والفيميل عادي. الكوز بتاع الهيموفيليا ليك فاكتورز 8 9 و11، وقلنا 8 و9 و11 ده ايه، ودي بي ودي سي. البربرة كان سببها نقص في عدد البليتلت او النورمال بتاعها بيبقى نورمال بس عندك مشكلة فين في الفانكشن. الطيب بتاعتها هيموفيليا ايه وبي وسي. البربرة ثرومبوسيتوبينيك وثرومبوسيتوسكينيك والايديوباثيك بربرة، قلنا ازاي نفرق بينهم من وقت التحاليل. بريدنج تايم هنا في الهيموفيليا احنا قلنا نورمال علشان عدد البتاع بيزيد اصلا عندي سليم، لكن هنا برولونج لان المشكلة اصلا عندي في البليتلت سواء كان عدد او فانكشن. كواجوليشن هنا بيبقى برولونج لان انا عندي اصلا مشكله في الكواجوليتنج فاكتور. هنا نورمال لان انا ما عنديش مشكله في الكواجوليتنج فاكتور فده هتبقى نورمال، هنعرف الكلام ده طبعا في العملي اكتر. كلت ريتكشن هنا هتبقى نورمال لكن هنا هتبقى سلو. ليه سلو؟ عشان البيت اللي كانت بتطلع لي حاجه اسمها ريتوزاين. الريتوزاين ده اللي هو كان بيساعد في عمليه الكلوت ريتراكشن. تمام. فيتامين كي ديفيشنسي، الفيتامين كي ديفيشنسي بقى ده اللي هو النوع الثاني. ايه اسباب الفيتامين كي ديفيشنسي؟ اول حاجه فيلير اوف الابزوربشن، يعني بقى الجنب ما بيمتصش كويس نتيجه اوبستراكتيف جونتس او اثرت الكلاس. ايه علاقه الاوبستراكتيف جونتس بالموضوع؟ فيتامين كي ده بيعتبر من دول، ده هم عباره عن حاجه اسمها فيربل فيتامين اللي هم كان عباره عن اربعه فيتامين اي دي والاي والكي. دول فيربل فيتامين. طب فيربل فيتامين ده يعني محتاج ايه؟ يعني محتاج بايل سولت علشان يبدا ان هو يمتص اصلا من الجسم. تمام. طيب حضرتك تخيل معايا كده البايل سولت موجوده هنا، تمام، ولازم تقوم نازله كده عشان الفيتامين كي اللي حضرتك اكلته يمتص. طيب ده اللي حصل، اللي حصل سد هنا، البايل سولت هتنزل؟ لا مش هتنزل. الفيتر والفيتامين كلهم هيمتصوا؟ لا مش هيمتصوا كلهم، من ضمنهم فيتامين كي. تمام. من ضمنهم فيتامين كي. لما فيتامين كي مش هيمتص عندك كام فاكتور مش هيتكونوا؟ عندك 2 و7 و9 و10 مش هيتكونوا، وبالتالي هيحصل خلل في عملية الكواجوليشن. تمام كده. طيب اثرت الكولايتس علشان برضو ان هو الامتصاص الاساسي من فيتامين كي بيبقى موجود في الكولون، وبالتالي مش هيحصل له عمليه امتصاص كويس. فيلير اوف فيتامين كي سينثيز عن طريق 2 انتيبيوتكس او النيوبورن. انا مش قادر اصنع فيتامين كي، ليه بقى؟ ايه علاقه الانتيبيوتك بالموضوع والنيوبورن بالموضوع؟ الانتيبيوتكس لان فيتامين كي في جسم البني ادم بيتكون نورمالي من بكتيريا نافعه اسمها بكتيريا الفلورا. بكتيريا الفلورا. طيب حضرتك عمال بتاخد انتي بايوتيك النوع اللي طبعا الصيادله وعارفين ان انا عندي في حاجه اسمها سبيسيفيك انتي بايوتيك وحاجه اسمها بول سبيكترم انتي بايوتيك. سبيسيفيك انتي بايوتيك يبقى انت قاصد حاجه معينه او انت قاصد تارجتنج بكتيريا معينه ورايح تضربها. تمام. لكن البرود سبيكترم انتي بايوتيك يبقى انت عايز بتضرب البكتيريا اللي هي في الجسم البني ادم كله بما فيها البكتيريا النافعه، من ضمنها مين؟ بكتيريا فلورا. طب حضرتك لما تضرب لي بكتيريا فلورا ايه الاخبار؟ مش هتصنعني فيتامين كي، شكرا. طب ايه علاقه النيو بورن بالموضوع؟ الطفل الصغير لما بيتولد بيتولد بحاجه اسمها استيرايل انتستين، يعني انتستين معقمه تماما، معقمه ما فيهاش اي نوع من انواع البكتيريا. تمام. فبيبقى عنده فيتامين كي ديفيشنسي ولازم ياخد فيتامين كي سبلمنت من بره. تمام. طب ابدا ان هو يبدا ان هو يتكون بكتيريا فلورا لما يبدا ياكل من بره، اكل من بره زي اللبن الام، فيبدا تتكون عنده الايه البكتيريا فلورا. تمام. وبالتالي تبدا ان هي تصنع له فيتامين كي. دوكي مارون توكسيستي بقى شايفين الشبه اللي هو ما بين الدوكي مارول وبين فيتامين كي. تمام. فدوكي مارول توكسيستي يعني ايه؟ الدوكي مارول توكسيستي دي ليها قصه، ان حد مثلا دكتور نصحه، حد قال له ان انت لازم تاخد دوكي مارول كل يوم، فالمفروض مثلا هو وصف ان هو ياخد نص حبايه، فهو استسلك وقال لك لا نص حبايه انا مضطر ابيع، انا هاخد حبايه كامله. تمام. حبايه كامله انت كده بتتكلم في توكسيستي مع الايام في كده. طبعا انا عارف طبعا انتوا الله برضه عارفين الجرعات مهمه. تمام.
مع الوقت هيبدأ ان الكيمارول مش هيبقى في العدد في النورمال ليفل بتاعه اللي هو يمنع عن التجدد، لا انت كده تاخد في توكسيستي، تاخد في تسمم، فالدوكيمارول يقوم فايت مكان الفيتامين كي. لما سبت مكان فيتامين كي يبقى انت كده منعت تماما ان الفيتامين كي يقوم في وظيفته، وبالتالي عندك في فاكتور اللي هي 10 و9 و7 و8 مش هيطلعوا، وبالتالي مش هيطلعوا. تمام كده، انا كده المحاضره خلصت يا شباب. انا اتمنى، انا معلش انا عارفه ان هي طويله شويه، بس انا هحاول ان انا اجمع لكم الفلوج كله في باور بوينت واحد، واي حد يقف على اي سلايد محتاج ان هو يعرف الشرح بتاعها او كده هيديني سيف نسمع الريكورد من الاول، واي حد محتاج اي حاجه اي سؤال او اي حاجه انا معاكم على الجروب، اشوفه الطريقه المناسبه ان تبعتوا لي الاسئله وايه وبعتوا لي بيها. وشكرا، شكرا لكم.